proceeding with the count. There are girls alone. You never wanted to look beyond the clouds and the stars? All of my dreams become realities, and some of my realities become dreams. Right. Do you know that you're insane? We all go a little mad sometimes. That's the best you can do! What a lovely day! You're the only one who sees the world the same way I do. No one sees the world the same way you do. I believe that in boxing, and I do believe that in life. You're gonna love it. What? The world. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده على هوم سينما، وطبعا النهارده مفيش مراجعه افلام، مفيش تريلر رياكشنز. هنتكلم عن الاوسكارز، هنتكلم عن الاوسكارز في خلال ال 90 سنه او ال 91 سنه. هنتكلم عن 23 حاجه. هنتكلم عن اكتر 10 جوائز، هنتكلم عن الممثلين وهنتكلم عن الممثلات وهنتكلم عن اخراج وهنتكلم عن الساوند تراك اللي هو اوريجينال سكور، وهنتكلم عن ادابتد سكرين بلاي واوريجينال سكرين بلاي. هنتكلم يعني عن الحاجات المهمه في الاوسكارز، الحاجات اللي هي مش مهمه قوي مش هنتكلم عليها. هنتكلم على كل كاتيجوري هيضم 10 حاجات، يعني هنتكلم على، طبعا مش هتكلم على كل ال 91 سنة، يعني هتكلم على اكتر 10 مثلا يعني في الكاتيجوريز. عندنا اكتر 10 ممثلين استحقوا ان هم ياخدوا الاوسكارز، وهنتكلم في كاتيجوري تاني اكتر 10 ممثلين ما كانوش يستحقوا الاوسكارز وكان المفروض فلان يكسب، والاخراج هكذا والممثلات هكذا، اوريجينال سكرين بلاي زي ما انا قلت، والسيناريو المقتبس والسيناريو الاصلي والكلام ده كله. هيبقى الكاتيجوريز هتبقى عباره عن كده. وفي اخر كاتيجوري خالص هنتكلم عليه، هنتكلم على اكتر 30 جريمه في تاريخ الاوسكارز. طبعا انا اسف لو الفيديو ده هيطول قوي زياده عن اللزوم، الفيديو ده ممكن يطول جدا على حسب التسهيل، يعني مش عارفين بالظبط هيطول ولا مش هيطول، بس تقريبا يعني انا عندي احساس ان هو الفيديو هيبقى طويل قوي لان احنا بنتكلم في 23 كاتيجوري. اول كاتيجوري عندنا هو اكتر 10 افلام كانت تستحق الاوسكار، وفعلا اللي هي يعني اكتر 10 افلام استحقت ان هي تاخد الاوسكار عن الكاتيجوري اللي هو بيست بيكتشر، هو احسن فيلم. I know it was you, Fredo. Father beans. You without freedom. Black champions. It's the leaving Namaskar. You can do it. You hear me? ده من وجهة نظري أنا. في المركز العاشر الجلاديتر، فيلم بتاع راسل كرو، الفيلم الحربي اللي هو بتاع الرومان. في المركز التاسع تايتانيك، الفيلم اللي كلنا عشناه وشفناه وحبيناه وزهقنا منه من كتر ما احنا شفناه في التلفزيون. المركز الثامن هو فيلم بريف هارت اللي هو فيلم بتاع ميل جيبسون، هو يعتبر واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما. المركز السابع The Departed بتاع فيلم بتاع مارتين سكورسيزي اللي كان بيضم نجوم كتيرة جدا زي ليوناردو دي كابريو، مات ديمون، جاك نيكلسون، مارتين شين، أليك بولدوين وفيرا فرميجا. كان في ممثل، في حبة ممثلين يعني محترمين بصراحة، حلوين جدا يعني. المركز السادس فيلم The Silence of the Lambs، فيلم بتاع أنتوني هوبكنز وجودي فوستر. يعني الفيلم ده بجد يعني أنتوني هوبكنز مثل فيه بطريقة مش طبيعية، كتمثيل لأنتوني هوبكنز أكتر من رائع، وعلى الرغم إن هو كسب الأوسكار كأحسن ممثل دور أول، وهو أساسا كسكرين تايم في الفيلم ما كانش كتير، يعني هو ظهر
انتوني هوبكن ظهر في الفيلم طبعا، بس دوره ما كانش كبير على الرغم من كده ان هو استحق ان هو ياخد احسن ممثل في سنتها. المركز الخامس، ممكن في كتير في ناس كتيره ما تعرفش الفيلم ده، هو The Deer Hunter اللي هو فيلم بتاع روبرت دينيرو وكريستوفر والكن. الفيلم ده برضو لو حضراتكم ما شفتهوش لازم تتفرجوا عليه. المركز الرابع فيلم روكي بتاع سيلفستر ستالون. طبعا مش محتاج اتكلم عن روكي، يعني قصه يعني انا شايف من وجهه نظري كانت احلى واحده من احلى القصص بتاعت الصعود والهبوط بتاع الممثل. وطبعا كلكم عارفين قصه سيلفستر ستالون في الفيلم ده، يعني مش لازم احكي عن روكي، يعني انتوا عارفين روكي. يعني المركز الثالث برضو ممكن فيه كتيره جدا من حضراتكم ما يعرفش برضو الفيلم ده. الفيلم ده بالنسبه لي واحد من احلى الافلام اللي اتعملت في التاريخ، وهو فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest. الفيلم ده بتاع المستشفى المجانين بتاع المصحة بتاع جاك نيكلسون. المركز الثاني طبعا The Godfather Part 2 الجزء الثاني، والمركز الاولاني The Godfather Part 1. انا بالنسبه لي مش عشان انا بالنسبه لي The Godfather سواء الجزء الاولاني او الجزء الثاني، انا شايف من وجهة نظري ان هو احلى فيلم في التاريخ. ده بقى بالنسبه لي، ممكن بالنسبه لناس تانية شايف حاجه تانية، فعادي كل يعني كل ارائهم تحترم، بس انا شايف من وجهه نظري ان احلى فيلم بالنسبه لي هو ذا جاد فادر الجزء الاول والجزء الثاني. نيجي بقى لقائمه اكتر 10 افلام كانت مفروض تكسب الاوسكار في بيست بيكتشر، بس في افلام تانية كسبت مكانها. يعني في افلام كسبت احسن فيلم، وفي افلام تانية كانت مفروض تكسب سنتها احسن منها. يعني مثلا مثال في مركز العاشر كسب فيلم أرجو أحسن فيلم. أنا شايف من وجهة نظري إن كان سنتها كان مفروض يكسب يا إما جانجو أنشيند الفيلم بتاع جيمي فوكس وكوانتين ترنتينو وكريستوفر فولتس، يا إما كان لازم يكسب زيرو دارك 30 الفيلم اللي هو بتاع الحرب. المركز التاسع، على الرغم من أنا بحب جدا الفيلم ده كتمثيل وكإخراج وعجبني اول فيلم، بس انا شايف من وجهة نظري ان كان في فيلم تاني كان مستحق ان هو يكسب عنه، وهو فيلم Birdman The Unexpected Virtue of Ignorance بتاع مايكل كيتون وأليخاندرو جي إنياريتو المخرج. كان بقى طبعا في كاست كبير جدا، كان في ناومي واتس وكان في زاك جلفيناكس وكان في إيما ستون وإدوارد نورتون، كان في ناس كتيرة جدا شاطرة في الفيلم ده. الفيلم ده حلو جدا على فكرة، انا عجبني جدا الفيلم ده، بس انا شايف وجهة نظري ده كان الأوسكارز بتاع 2015. انا شايف ان من وجهة نظري كان سنتها كان مفروض يكسب ويبلاش الفيلم اللي هو بتاع ديميان شازيل، كان الاخراج بتاع ديميان شازيل. انا شايف من نفس المخرج بتاع لالا لاند، انا شايف من وجهة نظري ان الفيلم ده كان احق اكتر من بيردمان ان هو يكسب. المركز الثامن، فيلم اللي كسب الاوسكار سنتها كان فيلم The King Speech. انا شايف من وجهة نظري انه كان كفيلم اوفر ريتد جدا، يعني اخد حاجات كتيرة جدا، يعني انا حاسس ان هي كانت اوفر زيادة عن اللزوم. سنتها كان كسب The King Speech، انا كان من وجهة نظري كان لازم يكسب فيلم The Social Network الفيلم اللي هو بتاع ازاي اسسه فيسبوك مارك زوكربيرج، اللي كان فيه طبعا اللي كان بيعمل الدور جيسي ايزنبرج، وكان فيه اندرو غارفيلد، وكان فيه كذا ممثل، وكان فيه تقريبا كمان ارمي هامر. انا شايف من وجهة نظري ان الفيلم ده كان احلى من كينج سبيتش بكتير. يعني المركز السابع للافلام اللي هي الكلاسيكس، ممكن الناس تضربني بالنار بعد اللي هقوله ده، كسب سنتها دانس ويذ وولفز الفيلم بتاع كيفن كوستنر، تقريبا ده كان سنة 90. انا شايف من وجهة نظري اللي كان لازم ياخد بيست بيكتشر سنتها هو فيلم جود فيلس الفيلم اللي هو بتاع عصابات المافيا اللي كان فيه ري ليوتا وروبرت دينيرو جو باشي. انا شايف من وجهة نظري الفيلم ده كان احلى من دانس ويذ وولفز بكتير. انا شايف ان جود فيلس واحد من اكتر الافلام اللي بجد 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 اتظلموا في السينما. في المركز السادس، فيلم اللي كسب هو فيلم شكسبير ان لاف، اللي هو لحد النهارده انا مش فاهم او ازاي الفيلم ده كسب بيست بيكتشر. انا بجد مش فاهم ازاي، على الرغم ان في كان سنتها كان في افلام كتيره جدا احسن من شكسبير ان لاف بكتير. يعني انا من وجهه نظري اللي كان المفروض يكسب مكان شكسبير ان لاف هو فيلم سيفينج برايفت رايان، فيلم بتاع طبعا ستيفن سبيلبرغ المخرج العظيم المشهور، كان فيه توم هانكس وكان فيه مات ديمون، فيلم اللي هو فيلم الحرب.
فيلم بصراحه بكل تاكيد واحد من احلى افلام الحرب في تاريخ السينما. في افلام كتيره جدا كانت تستحق ان هي تاخد بيست بيكتشر عن شكسبير ان لوف بكتير جدا، زي سيفينج برايفت رايان كان سنتها، وكان في كمان فيلم لايف از بيوتيفول بتاع روبرتو بينيني اللي كسب بعد كده احسن فيلم اجنبي، وكسب كمان احسن ممثل روبرتو بينيني احسن ممثل دور اول، وكان في امريكان هيستوري اكس اللي هو فيلم بتاع ادوارد نورتون، بس هو ده ما كسبش عشان طبعا عشان كان عنصري، فيلم عنصري، بس هو كفيلم بصراحة كان حلو جدا يعني بكل تأكيد، وكتمثيل ادوارد نورتون في الفيلم ده بصراحة كان عظيم جدا. خلينا في الممثلين ده بعدين عشان ممثلين لسه في قوائم الممثلين بعدين، بس ده بكل تأكيد شكسبير ان لوف ما كانش مستحق خالص ان هو هياخد بيست بيكتشر. انا من وجهة نظري شايف ان هو سيفينج برايفت راين كان لازم هو اللي كان ياخد الاوسكار سنتها. المركز الخامس في نرجع بقى الزمن ورا شوية، كان في فيلم اسمه Chariots of Fire. انا شايف من وجهة نظري هو طبعا هو اللي كسب الفيلم ده بيست بيكتشر، بس انا شايف من وجهة نظري ان كان لازم كان يكسب سنتها هو كان انديانا جونز Raiders of Lost Ark. طبعا واحد من يعني واحد من اجمل السلاسل اللي هي الادفنتشر او المغامرات بتاعت هاريسون فورد، اللي هي طبعا سايبة علامة كبيرة جدا في تاريخ السينما في هوليوود. على انديانا جونز طبعا اكيد حضراتكم عارفين طبعا انديانا جونز يعني فيلم واحد من احلى الافلام المغامرات في التاريخ يعني، ولو برضو حضراتكم ما شفتوش انصحكم ان انتم تتفرجوا عليه جدا، فيلم بجد حلو قوي. اللي بيحب الافلام اللي فيها ادفنتشر وكده يعني فيلم عظيم يعني. في المركز الرابع اللي كان كسب الاوسكار احسن فيلم، وهو فيلم شيكاغو، الفيلم اللي هو بتاع كاثرين زيتا جونز وكوين لطيفة ومان ريتشارد جير، سنتها هو اللي كان كسب احسن فيلم. انا شايف من وجهة نظري مش مستحق خالص، اللي كان مفروض يكسب احسن فيلم سنتها ده بكل تأكيد فيلم The Pianist بتاع ادريان برودي. يعني The Pianist يعني ازاي عدى عليهم The Pianist كده، انا مش فاهم يعني ازاي The Pianist ما ياخدش احسن فيلم وشيكاغو ياخد احسن فيلم. يعني انتوا حضراتكم حتى لو ما شفتوش شيكاغو مثلا وما شفتوش The Pianist، اتفرجوا على الفيلم ده واتفرجوا على الفيلم ده وقارنوا مين كان مفروض يكسب، بس مش هقول حاجة تانية غير كده. يعني The Pianist اتظلم بطريقة مش طبيعية، يعني حتى لو يعني لو كان ادريان برودي على فكرة كان كسب اوسكار سنتها احسن ممثل، لو ما كانش كسب هو احسن ممثل بصراحة كان مين يكسب؟ يعني على الرغم ان كان في ناس جامده قوي وناس تقيله قوي قصاده، كان في دانيال دي لويس وكان في جاك نيكلسون وكان في ويل سميث وتقريبا كان في ليوناردو دي كابريو، كان في ناس كبيره. فهو يعني لما ادريان برودي يكسب في سنه واحده جاك نيكلسون ودي كابريو ومش عارف كان في مين ودانيال دي لويس، يعني ده وجاك نيكلسون ودي كابريو، انتوا متخيلين يعني انتوا متخيلين جاك نيكلسون ودي كابريو وتقريبا ويل سميث ومش عارف كان ويل سميث كمان معاهم ودانيال دي لويس، لما واحد زي ادريان برودي يكسبهم في دور يعني في كاتيجوري وتقيل زي ده وفي ممثلين عظام في الكاتيجوري ده ويكسبوا، لا فعلا بجد كانت مستحقه يعني مستحقه جدا. لو حضراتكم ما شفتوش شيكاغو لازم تتفرجوا على شيكاغو وتتفرجوا على بيانست وقارنوا الفيلمين مع بعض وقولوا لي ايه اللي يستحق اكتر في الكومنتس. في المركز الثالث اللي كان كسب احسن فيلم هو فيلم اسمه كراش. الفيلم ده انا لحد السنه دي يعني لحد دلوقتي انا واحد بيتفرج على الاوسكارز تقريبا بقاله بتاع 12 او 13 سنه بجد. يعني انا واحد بقالي تقريبا بتفرج على الاوسكار ده بجد والله، انا تقريبا بتفرج على الاوسكارز من وانا قد كده يعني، وانا لسه عيل زبله يعني لسه قد كده يعني. انا واحد بيتفرج على افلام والله يعني واحد بيتفرج على افلام واوسكارز وجولدن جلوز وحاجه دي كنتش لسه كملت بتاع 10 سنين اساسا او 11 سنه حاجه زي كده يعني. فواحد يعني انا بتكلم على واحد اصلا يعني لو انا بتفرج على افلام تقريبا من قديم الازل ومتابع الاوسكارز ده من زمان جدا من ايام الفراعنه يعني من ساعه ما يلا بينا نعمل اكيد مش من 90 سنه يعني اكيد مش بتفرج على الاوسكارز من 90 سنه لا بس بقالي 10 سنين او 12 سنه بتفرج على الاوسكارز يعني لحد النهارده انا مش عارف الفيلم اللي اسمه كراش ده ازاي ده كسب بيست بيكتشر. انا ما عنديش اي فكره على الرغم ان كان في افلام كتيره جدا غير فيلم اللي هو اللي كسب اللي هو كراش ده المفروض اللي هو اصلا مش عارف ازاي ده اصلا اترشح بيست بيكتشر. ولحد دلوقتي الناس بتستغرب اصلا الفيلم ده كسب ليه. فيلم كراش هو اللي كسب احسن فيلم طبعا مش مستحق على الاطلاق خالص. انا شايف من وجهه نظري كان في افلام كتيره جدا كانت تستحق ومنهم انا من وجهه نظري اللي كان المفروض يكسب سنتها احسن فيلم هو فيلم اسمه ميونخ اللي هو الفيلم بتاع ستيفن سبيلبرغ برضو المخرج
واللي كان دور البطولة بتاعه إريك بانا. المركز الثاني اللي كسب سنتها سلامدوج مليونير. انا عارف ان ممكن ناس ممكن تشتمني في الكومنتس بعد اللي انا هقوله ده، بس انا شايف على الرغم ان سلامدوج مليونير على فكرة عجبني جدا، انا واحد بيكره الافلام الهندي مبدئيا، يعني اكتر افلام هندي اتفرجت عليها وعجبتني هو سلامدوج مليونير، لاين، وماي نيم از خان. الثلاث افلام دول الهندي اللي ما اعتقدش ان في فيلم تاني اتفرجت عليه وعجبني. الثلاث افلام دول اتفرجت عليهم عجبوني جدا، وسلامدوج مليونير عجبني جدا جدا جدا، بس انا شايف ان من وجهه نظري ان كانت سنتها، يعني اللي انا هقوله ده اللي هو اصلا اللي كان المفروض يكسب ما ترشحش من اساسه. اللي كان المفروض يكسب او اللي كان المفروض اصلا يترشح ويكسب بيست بيكتشر انا من وجهه نظري هو The Dark Knight، باتمان دارك نايت، اللي هو باتمان بتاع 2008 اللي كان فيه هيت ليدجر الجوكر. انا من وجهه نظري انا شايف ان ده كان احلى من سلامدوج مليونير، على رغم على سلامدوج مليونير على عيني وعلى راسي، وداني بويل المخرج بتاع الفيلم على عيني وعلى راسي، بس انا شايف ان باتمان دارك نايت من وجهه نظري كان مستحق اكتر. في المركز الاول طبعا عارفين ان سنه 1994 واحده من احلى السنين اللي عدت في تاريخ السينما. سنه 94 اللي كان الاوسكارز بتاع سنه 95 اللي كان كسب الاوسكارز هو فيلم فورس جامب. انا بعشق فورس جامب على فكره، الفيلم ده بحبه جدا لحد النهارده، ممكن اتفرج عليه ما بزهقش منه. للاسف اللي كان فعلا كان المفروض يكسب، يعني انا شايف من وجهه نظري اللي كان احق اكتر من فورس جامب شاوشانك ريدمشن بكل تاكيد. شاوشانك ريدمشن كفيلم بصراحه لا طبعا يستاهل اكتر من فورست جامب. فورست جامب على عيني وعلى راسي، توم هانكس على عيني وعلى راسي، بس بصراحه ده شاوشانك ريدمشن كان يا جماعه قصه ثانيه، كان حاجه ثانيه يعني بصراحه. وبعد كده يعني انا مش انا اللي بقوله، يعني انتوا بتتكلموا في حاجه، يعني فيلم متصنف احسن فيلم في التاريخ، يعني مش بقول كده ان انا بطبل الفيلم، لا بالعكس خالص. ده شاوشانك ريدمشن انا شايف من وجهه نظري يعني فعلا بجد واحد من احلى الافلام في التاريخ. يعني انا كنت ممكن اقول ان ده احلى فيلم بالنسبه لي في حياتي، على الرغم ان هو متصنف مركز اول على اي ام دي بي احلى فيلم في التاريخ، ما كنت ممكن اطلع اقول كده، بس لا انا بالنسبه لي احسن فيلم في التاريخ هو ذا جاد فادر. مفيش حاجه اتعملت او مفيش حاجه لسه هتتعمل هتعلي على ذا جاد فادر، سواء الجزء الاولاني او الجزء الثاني خالص. يعني لو قعدنا هنا ل50 سنه قدام كمان عشان نطلع حاجه شبه ذا جاد فادر دي، مستحيل. عمر ما في حد هيعرف يعلي على مارلون براندو، عمر ما في حد هيعرف يعلي على الباتشينو ولا روبرت دينيرو في الجزء الثاني لما كان بيعمل دون فيتو كورليوني، لما كان مارلون براندو لما كان صغير كان بيحكي قصه حاجه، مستحيل يا جماعه. السكريبت كمان بتاع الفيلم عظيم بكل تاكيد، الاخراج كفيلم كبست بيكتشر مفيش حاجه حرفيا بجد تقدر تعلي على الفيلم ده. نخش في احسن 10 ممثلين استحقوا ان هم ياخدوا الاوسكار في بست اكتر ان ليدنج رول. هم 10 برضو ممثلين، انا مش يعني انا ممكن اقول العشرة بتوعي، مش شرط ان العشرة دول هم دول احسن 10 في التاريخ، يعني انا عشان الناس برضو ما تحكمش او تقول ان انت صنفت على حسب مزاجك. لا هو مش حوار على حسب مزاجي، لا مش على حسب مزاجي، هو انا العشرة اللي انا بقولهم دول او في كاخراج او كتمثيل او كسيناريو او كاي حاجة، العشرة دول انا مصنفهم يعني 10 من احسن الناس اللي كانوا على مر ال 90 ولا 91 سنه. يعني انا مش بقول طالما قلت ال 10 دول يبقى دول بالنسبه لي احسن 10 بيرفورمانس في تاريخ الاوسكارز او في تاريخ السينما، لا مش قصدي كده خالص. انا شايف ان دول من 10 الممثلين او من 10 مخرجين او من 10 افلام اللي فعلا مستحقه ان هم ياخدوا الاوسكارز. مش بقول دول 10 دول، يعني انا ال 10 الممثلين اللي هقولهم دلوقتي مش هقول ان انا ان دول احسن 10 ممثلين في تاريخ السينما، لا طبعا انا مش قصدي كده. انا بقول
العشر ممثلين دول من احلى 10 ممثلين في التاريخ، مش احسن ممثلين في التاريخ، من احسن ممثلين في التاريخ اللي استحقوا العشرة جوائز الاوسكار. مع 10 بكل تاكيد راسل كرو في جلاديتر، دوره كان فوق الممتاز، وانا شايف ان هو كان فعلا بجد كان يستحق ان هو ياخد الاوسكار ساعتها. كان معاه برضو ناس كتيره جامده قوي في السنه اللي معاه، كان منهم برضو كان في مش فاكر كان مين بالظبط، بس كان في خافيار بارديم، وكان في تقريبا كمان اد هاريس، وكان في ناس جامده يعني، كان في ناس تقيله، بس طبعا راسل كرو بكل تاكيد هو اللي كان يستحق الاوسكار. في رقم 9 انا شايف بالنسبه لي ان هو يعني ممكن في ناس كتيره ممكن تختلف معايا في النقطه دي، بس انا شايف ان دوره كان بصراحه كان ملوش حل، هو روبرتو بنيني في Life is Beautiful. على الرغم ان في ناس كتيره جدا بتقول ان يعني حتى السنه دي لوحدها كل اللي مثله او كل الناس اللي كانوا مترشحين السنه دي، يعني انا ما شفتش كده، يعني السنه دي تمثيل كاحسن اوسكار كاحسن ممثل انا ما شفتش كده بصراحه، عبقريه يعني. كان روبرتو بنيني في Life is Beautiful، وكان ادوارد نورتون في American History X، وكان جوفري راش في فيلم كويلز، وكان في توم هانكس في سيفينج برايفت رايان، ومش عارف كان في تقريبا ايان مكشين تقريبا في فيلم جودز اند مونسترز. لا كان التمثيل كان عبقري السنه دي، وكسب في الاخر روبرتو بنيني في لايف از بيوتيفول، على الرغم ان جيم كاري كان لازم على الاقل، انا مش بقول بيكسب، بس انا قلت اتليست على الاقل كان لازم يترشح في The Truman Show، لان كان دوره يعني فوق الممتاز، دوره كان بجد فوق الممتاز، كان اتليست كان لازم يترشح، لان انا سمعت ان كان سنتها ان روبرتو بنيني هو اللي كسب، يعني روبرتو بنيني هو اللي كسب، يعني لما جم صنفوا القائمه او الخمسه اللي هيكسبوا الاوسكار، روبرتو بنيني هو اللي طلع مكان جيم كاري يعني من الاخر. يعني من وجهه نظري كنا لازم نشيل مثلا ايان مكشين ونحط مثلا او اين مكلين، ده اللي هو الراجل بتاع جاندلف اللي هو بتاع لورد اوف ذا رينجز، كان عمل فيلم اسمه مونسترز اند اوف جادز اند مونسترز، كان لازم مثلا هو يتشال ويتحط مكانه جيم كاري بصراحه، لان جيم كاري مثل دور فوق الممتاز في الفيلم بتاع ذا ترومان شو، واحد من احلى ادوار اللي عملها في تاريخه سواء ذا ترومان شو او فيلم مان اون ذا مون. في المركز الثامن دينزل واشنطن في فيلم Training Day، طبعا انتوا مش حضراتكم مش محتاجين اتكلم على دينزل واشنطن، يعني كلنا عارفين تاريخ الراجل ده. رقم 7 هو ادريان برودي في فيلم The Pianist. انا شايف من وجهة نظري ان ادريان برودي الاوسكار دي واحدة من اكتر الاوسكارز اللي كانت مستحقة كبست اكتر ان ليدنج رول بكل تأكيد في سنتها. جيمي فوكس عن فيلم ري اللي هو كان عامل ري تشارلز المغني او اللي كان بيلعب بيانو اللي كانش بيشوف يعني الاعمى. رقم 5 هو فورست ويتكر في فيلم Last King of Scotland، كان برضو كان دوره كان حلو جدا، وكان برضو كان سنتها كان معاه برضو ناس جامدة، كان معاه رايان غوزلينج، كان معاه برضو دي كابريو، ومش فاكر كان معاه ناس تقيلة برضو، كان في تقريبا ويل سميث كمان عمل اللي هو الدور اللي كان عامله فيلم علي اللي هو كان بيتكلم عن محمد علي الملاكم محمد علي مش محمد العلي. رقم 4 دانيال دي لويس في فيلم There Will Be Blood. رقم 3 جاك نيكلسون في فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest. رقم 2 أنتوني هوبكنز في فيلم The Silence of the Lambs. ورقم 1 بكل تأكيد ممثل المفضل بالنسبة لي على الإطلاق مارلون براندو The Godfather Part 1، دور ملوش حل. أنا مش بقول كده عشان أنا The Godfather بالنسبة لي أحسن فيلم، لا، بس فعلا بجد يا جماعة كبرفورمانس معلش لا يختلف على 2 بصراحة. يعني لو حد قال إن مارلون براندو في The Godfather الجزء الأولاني في دور دون فيتو كورليون اللي يقول ان مثل وحش، ده ما يتفرجش على سينما تاني، او يعني ممكن فعلا ممكن ما كنتش بتفرج على سينما اساسا. يعني انا بصراحه ما شفتش حد يقدر يعلي على مارلون براندو في الدور اللي عمله ده، راجل يعني من الاخر، راجل من الاخر. نخش بقى بعد كده في الكاتيجوري الاكتر 10 ممثلين اللي اخذوا الاوسكار وما كانوش يستحقوا ان هم ياخدوا الاوسكار ده. في المركز العاشر عندنا ايدي ريدمين في فيلم The Theory of Everything، هو اللي كسب سنتها احسن ممثل. انا شايف من وجهة نظري اللي كان مفروض يكسب بكل تأكيد هو مايكل كيتن في فيلم Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance. فكرة انا بحب الدور بتاع ادي ريدمين، عجبني جدا الدور اللي عمله بتاع ستيفن جاي هوكنز، كان دور ممتاز، بس انا بصراحة انا شايف ان الحق هو مايكل كيتن. يعني رقم 9 هو ماثيو ماكونهي في فيلم Dallas Buyers Club، دور عظيم، دور على دماغي من فوق، بس بصراحة
اللي كان سنتها كان مفروض يكسب ليوناردو دي كابريو في The Wolf of Wall Street ده بكل تأكيد، على الرغم ان هو كان عامل دور ممتاز بجد. ماثيو ماكوناي كان عامل دور ممتاز في دالاس بايرز كلاب، بس انا بصراحة شايف من وجهة نظري ان دي كابريو كان يستحق اكتر في The Wolf of Wall Street. فالمركز الثامن هو شون بان في فيلم ميلك، اللي هو اللي كسب، اللي كان مفروض يستحق ان هو يكسب هو ميكي رورك في فيلم The Wrestler. على فكرة يا جماعة لو مشفتوش فيلم The Wrestler لازم تفرجوا عليه، برضو فيلم حلو جدا، فيلم عظيم جدا، واحد من اكتر الاوسكارز كسنتها. يعني انا شايف ان ميكي رورك بجد كان اتظلم فيها، لان فعلا بجد كان هو اللي كان لازم يكسب. حتى شون بان حتى لما راح استلم الجائزة، لما طلع فوق ومش عارف واستلم الجائزة، حتى هو بنفسه عارف من جوه، ويعني هو حتى ذات نفسه قال ان كان ميكي رورك هو اللي كان لازم يكسب. يعني حتى الراجل اللي كسب، يعني حتى الراجل اللي كسب عارف ان ميكي رورك كان لازم هو اللي. المركز السابع الباتشينو في سنت اوف وومن، هو اللي كسب، اللي كان الباتشينو على فكره اخذ الاوسكار الغلط في الفيلم الغلط، نفس القصه بتاعه ليوناردو دي كابريو، اخذ الاوسكار الغلط في الفيلم الغلط. يعني ليوناردو دي كابريو كان المفروض ياخد الاوسكار، يعني ليوناردو دي كابريو ما خدش الاوسكار في ذا ريفننت، ليوناردو دي كابريو كان المفروض ياخد الاوسكار كاحسن ممثل في ذا وولف اوف وول ستريت، انسبشن، واتس ايتينج جيلبرت جريب، دي افييتر، بلود، ما علينا ما علينا، عشان والله فعلا بجد كل ما افتكر السيره دي دمي بيتحرق. يعني الباتشينو نفس القصة بتاعت ليوناردو دي كابريو، الباتشينو اخد احسن اوسكار احسن ممثل في الفيلم الغلط في الدور الغلط. الباتشينو ساعتها كسب الاوسكار في فيلم سنت اوف وومن اللي كان طالع برضه فيه اعمى، اللي كان المفروض يكسب سنتها هو دنزل واشنطن في فيلم مالكوم اكس. المركز السادس معانا شون بان، برضه كسب اوسكار احسن ممثل في فيلم ميستيك ريفر اللي كان مع تيم روبنز ولاورا ليني، كان في ناس كتيره جدا، لورنس فيشبرن هو اللي كسب الاوسكار احسن ممثل. انا شايف من وجهه نظري اللي كان لازم يكسب هو جوني ديب في ذا بايرتس اوف ذا كاريبيان اند ذا كيرس اوف ذا بلاك بيرل، الجزء الاولاني بتاع بايرتس اوف ذا كاريبيان. المركز الخامس كسب في دانيال دي لويس، انا شايف اللي كان المفروض يكسب ساعتها هو واكين فينيكس في فيلم ذا ماستر. في المركز الرابع واحد اسمه ارت كارني، ده الاوسكارز بتاع زمان، ده بتاع الكلاسيكس، كان كسب اوسكار احسن ممثل، اللي كان ساعتها او سنتها كان مفروض يكسب الباتشينو في ذا جاد فادر الجزء الثاني، يعني مش جاد فادر الجزء الاولاني. في المركز الثالث معانا بيتر فينش اللي كان كسب الاوسكار، ظلم طبعا جدا، اللي كان مفروض يكسب سنتها هو روبرت دينيرو عن دوره في تاكسي درايفر، دور عظيم، دور عظيم بجد، يعني فعلا بجد الواحد يعني يقعد يبص كده ويفتكر الاوسكارز الناس اللي كسبوها، ويقعد يفتكر كده والله فعلا بجد، سواء انا بكلمكم كتمثيل او اخراج او فيلم او سيناريوهات، والله الواحد يقعد يفتكر كده، بحس ان فعلا بجد اتضايق. يعني فعلا في ناس ما كسبوش وفي ناس قدامهم كسبوا، مش فاهم ازاي. يعني مثلا زي الباتشينو اللي ما كسبش في جاد فادر، روبرت دينيرو اللي ما كسبش في تاكسي درايفر، وفلان وفلان اللي ما كسبش كذا، فلان وفلان اللي ما كسبش في فيلم كذا كذا، فلان وفلان اللي برضو ما كسبش في كذا، وعلى عكس الناس الناحيه التانية. يعني مثلا ازاي ارت كارتني ده يكسب في الفيلم وآل باتشينو ما يكسبش في الجاد فادر الجزء الثاني، ازاي وازاي بيتر فينش ده يكسب في فيلم نتورك وروبرت دينيرو ما يكسبش في تاكسي درايفر، ازاي برضو مش. في المركز الثاني نيكولاس كيج هو اللي كان كسب سنتها في فيلم ليفينج لاس فيجاس، اللي كان مفروض يكسب سنتها اثنين، يا اما شون بان في فيلم داد مان ووكينج، يا اما انتوني هوبكنز في فيلم نيكسون. في المركز الاول توم هانكس كسب في فورست جامب، انا عارف ان ممكن في ردود افعال غريبه ممكن تطلع بعد اللاين اللي نحوله ده، دوره ممتاز حلو جدا، بس انا اسف اللي كان المفروض يكسب سنتها هو مورغان فريمان في فيلم ذا شاوشانك ريدمشن. مورغان فريمان في شاوشانك ريدمشن يا جماعه كان دوره مش طبيعي، الدور اللي عمله توم هانكس في فورست جامب على عيني وعلى راسي، بس معلش مورغان فريمان في دوره ذا شاوشانك ريدمشن فوق الممتاز. اكتر 10 ممثلين دور تاني استحقوا الاوسكار، اللي اخدوا الاوسكار، يعني دول اكتر 10 ممثلين استحقوا البست سبورتنج رول. Where's the girl?
مركز العاشر كريستيان بيل في فيلم The Fighter. هو طبعا الفيلم ده كان حلو جدا. انا بحب يعني انا اكتر سبورت او اكتر رياضه في الافلام انا بحبها هي رياضه البوكسينج. انا بعشق رياضه البوكسينج في الافلام. الفيلم ده كان حلو جدا يعني ذا فايتر. روكي طبعا على راسهم, وبعد كده في كريد, وبعد كده في ذا فايتر, وبعد كده في ريجينج بول, وكان في ايه تاني, في حاجات كتيره جدا, في افلام كتيره حلوه قوي للبوكسينج. بس فيلم ذا فايتر بجد كريستيان بيل كان ممثل فيه حلو قوي, وفعلا كان بجد يستحق الاوسكار سنتها كاحسن ممثل دور تاني. في المركز التاسع كريستوف فولتس في فيلم جانجو انشيند وفي فيلم انجلوريوس باستردز. الراجل ده انا بجد انا على قد ان انا بحبه جدا بس متضايق منه جدا ان هو ما بيعملش افلام كتيره, مش فاهم ليه يعني, مع انه راجل على فكره تمثيله فول ممتاز. المركز الثامن هو جاريد لاتو في دالاس بايرز كلوب. المركز السابع ومورجان فريمان عن دوره في فيلم مليون دولار بيبي. المركز السادس خافيير باردام في فيلم نو كونتري فور اولد مان. الفيلم ده بجد الدور اللي عمله خافيير باردام منظره فعلا بجد مخيف يعني. الدور اللي عمله بجد يعني انا شايف من وجهه نظري واحد من احلى 10 فيلنز في تاريخ السينما العالميه. المركز الخامس هو بينيسيو ديل تورو في فيلم ترافيك. المركز الرابع هو جي كي سيمنز عن فيلم ويبلاش. المركز الثالث هو جو باشي عن فيلم جود فيلز. الفيلم اللي كنت لسه بكلمكم عليه من شويه, اللي انا شايف من وجهه نظري ان هو واحد من اكتر الافلام اللي اتظلمت في تاريخ السينما. معرفش يعني ازاي الفيلم ده فعلا بجد ما خدش حقه. المركز الثاني هو هيت ليدجر عن دوره في باتمان ذا دارك نايت. والمركز الاول بكل تاكيد روبرت دينيرو في The Godfather Part 2 عن دوره بتاع دون فيتو كورليون. معنا طبعا دلوقتي الكاتيجوري بتاع اكتر 10 ممثلين في دور تاني ما يستحقوش الاوسكار اللي اخدوه. المركز العاشر عندنا تيموثي هيوتن في فيلم Ordinary People. كان مفروض يكسب ساعتها جو باشي في Raging Bull. في المركز التاسع اللي كان كسب هو مايكل كين عن دوره في هانا اند سيسترز, واللي كان مفروض يكسب سنتها هو ويليام ديفو في فيلم بلاتو. المركز الثامن هو اللي كسب هو كريستوفر بلامر عن فيلم بيجينر. اللي كان مفروض يكسب هو نيك نولت في فيلم وورير. طبعا كلكم عارفين فيلم وورير بتاع توم هاردي. نيك نولتي واحد من اكتر الممثلين اللي بجد مظلومين في الاوسكارز, اللي تقريبا لسه لحد النهارده ما خدش الاوسكار. مش فاهم ازاي تقريبا ما اعتقدش ان هو ممكن ليه فرصه ان هو ياخد اوسكار تاني اساسا يعني. في المركز السابع جيم برودبند كسب في فيلم ايريس. واللي كان المفروض يكسب هو ايان ماكلين في فيلم لورد اوف ذا رينجز الجزء الاولاني اللي هو ذا فيلوشيب اوف ذا رينج. المركز السادس اللي كان كسب هو مارتن لانداو في فيلم ادوود, الفيلم بتاع جوني ديب. اللي كان المفروض يكسب سنتها هو كان المفروض سامويل ال جاكسون في فيلم بالب فيكشن. المركز الخامس اللي كان كسب هو تومي لي جونز عن فيلم ذا فيوجيتيف, اللي هو برضو زي فيلم كراش اللي هو انا لحد دلوقتي لحد النهارده مش عارف ازاي الراجل ده كسب اوسكار على الفيلم ده ليه. فيلم عادي جدا وكبرفورمانس يعني كاداء عادي جدا, انا مش شايف فيه اي انبهار يعني. تومي لي جونز كسب في ذا فيوجيتيف, واللي كان المفروض يكسب اللي هو برضو انا لسه لحد دلوقتي برضو ازاي ما كسبش عن الدور العبقري اللي عمله هو ليوناردو دي كابريو في فيلم واتس ايتينج جيلبرت جريب. غير ان هو كان دي كابريو اصلا كان المفروض يكسب, ده في حد تاني يعني, حد تاني كان مستحق اكتر كمان من دي كابريو, كان في واحد تاني مستحق اكتر من تومي جونز وهو رالف فينز في فيلم شيندرز ليست. المركز الرابع هو الان اركن, هو اللي كسب في فيلم ليتل ميس سانشاين. طبعا مش مستحق خالص بالنسبه لي. اللي كان المفروض يكسب ديجمن هونسو الممثل اللي كان طالع في فيلم عن دوره في فيلم بلود دايموند, الممثل اللي هو الاسمراني اللي كان موجود في فيلم ذا جلاديتر واللي كان موجود برضه في جاردين اوف ذا جالاكسي. المركز الثالث هو مارك رايلانس في فيلم ذا بريدج اوف سبايز. عجبني برضه دوره, بس انا شايف من وجهه نظري بكل تاكيد كان لازم يكسب سيلفستر ستالون عن دوره في كريد. المركز الثاني اللي كسب مهرشال علي في فيلم مون لايت, اللي هو برضه لحد دلوقتي انا مش فاهم ايه العبقريه اللي عملها في الدور, مش فاهم يعني, انا بجد هتشل يعني, انا مش عارف ايه اللي عمله في الدور يعني. انتوا لو جمعتوا مشاهد مهرشال علي في فيلم مون لايت مش هتكمل 15 دقيقه مثلا او 14 دقيقه. لو جمعتوا مشاهده بس مش هتكمل 14 دقيقه بجد. وكسب اوسكار احسن ممثل دور تاني ليه معرفش. هو كان يستحق في جرين بوك, كان يستحق في جرين بوك, بس ما كانش يستحق في كل تاكيد ما كانش يستحق في مون لايت. اللي كان المفروض يكسب سنتها هو مايكل شانن في نوكتورنال انيمالز بكل تاكيد. دي بقى الصدمه اللي هي
الصدمه اللي انا لسه مش قادر استوعبها لحد النهارده. المركز الاول هو اللي كسب هو مايكل كين اللي كان المفروض يكسب بكل تاكيد, يعني ده كان المفروض يكسب اصلا وانت مغم, مايكل كلارك دانكن في فيلم The Green Mile. بجد انا مش عارف ازاي مايكل كلارك دانكن ازاي ما كسبش في فيلم The Green Mile. يعني تقريبا مفيش بني ادم شاف Green Mile وتقريبا ما تاثرش او ما عيطش بسبب الراجل ده. مش هنضحك على بعض يعني. ده واحد, ده مبدئيا هو اللي كان المفروض يكسب اصلا. يعني يجي بعديه, يعني حتى مش مايكل كين يجي بعديه, اللي هيجي بعديه اللي كان المفروض يجي بعديه بعد مايكل دانكن هو كان المفروض هالي اوزمان في فيلم The Sixth Sense مش مايكل كين. ده مبدئيا يعني مايكل كين ده حطه على الجنب كده. المركز الاول كان المفروض مايكل كلارك دانكن هو اللي كان المفروض يكسب بكل تاكيد, يجي بعديه هالي اوزمان في فيلم The Sixth Sense بكل تاكيد. المركز الثالث اللي كان المفروض برضو يكسب كان توم كروز ماجنوليا بكل تأكيد. يعني مايكل كين اللي كسب ده, وكان تقريبا فيه بعد كده في جود لو في فيلم The Talented Mr. Replay بس انا دوره ما عجبنيش. يعني الثلاثه اللي كانوا في الاول دول مستحقين اكتر من مايكل كين اللي كسب ده. يعني بكل تأكيد مايكل دانكن هو اللي كان لازم يكسب يا جماعه بدون نقاش وبدون جدال. يعني نخش على اكتر 10 ممثلات استحقوا ان هم ياخدوا الاوسكار في احسن ممثله دور اول. المركز العاشر بكل تأكيد نيكول كيدمان في فيلم The Hours, وفيلم بجد أنا برشح لكم جدا. الفيلم ده فيلم حلو قوي, كان أنا تقريبا شايف من وجهة نظري أن ده أحسن أداء تمثيلي عملته نيكول كيدمان على مر التاريخ. في المركز التاسع كيت وينسلت عن فيلم The Reader. المركز الثامن هيلاري سوانك عن فيلم مليون دولار بيبي, برضو الناس اللي بتحب أفلام الملاكمة فيلم عظيم جدا. مورغان فريمان, هيلاري سوانك, كلينت إيست. في المركز السابع جودي فوستر في فيلم The Silence of the Lambs. المركز السادس تشارليز ثيرون في فيلم مونستر, برضو احلى دور تقريبا عملته في حياتها اصلا في التاريخ بالنسبه لها, عمرها ما اعترف تعلي على الدور ده. في المركز الخامس ساندرا بولوك عن فيلم The Blind Side. في المركز الرابع هولي هانتر في فيلم The Piano. Piano مش The Pianist. في فيلم نزل اسمه The Piano وفي فيلم نزل اسمه The Pianist. ده فيلم وده فيلم عشان ما تلخبطوش بالفيلم. ده بتاع هولي هانتر وانا باكوين, وده بتاع ادريان برودي. المركز الثالث هو ناتالي بورتمان عن فيلم Black Swan. المركز الثاني كيت بلانشيت عن فيلم The Aviator. والمركز الاول بكل تاكيد كاثي بيتس عن فيلم ميزري. نخش بعد كده على القايمه بتاعه اكتر 10 ممثلات ما يستحقوش الاوسكار. المركز العاشر ايما ستون عن فيلم لا لا لاند, كانت مفروض اللي كانت تكسب هي روث نيجا عن فيلم لوفينج. رقم 9 جوليان مور عن فيلم ستيل أليس, بكل تأكيد ما كانتش مفروض هي اللي تكسب عن فيلم ستيل أليس, اللي كانت مفروض تكسب هي روزامان بايك عن فيلم Gone Girl. المركز الثامن اللي هو انا لحد دلوقتي انا مش عارف هي كسبت ليه, وهي جيريفر لورنس في فيلم سيلفر لاينينجز بلاي بوك. مش عارف هي كسبت ليه اصلا وترشحت ليه اساسا. اللي كان مفروض تكسب بكل تأكيد هي جيسيكا تشاستين عن فيلم زيرو دارك 30. في المركز السابع برضو مش فاهم هي كسبت ليه, دورها كان عادي جدا, هال بيري عن فيلم مونسترز بول. اللي كانت مفروض تكسب هي ريني زيلويجر عن فيلم بريدجيت جونز. المركز السادس هيلين هانت, كان كسبت في فيلم As Good As It Gets, الفيلم اللي كان مع جاك نيكلسون, برضو انا شايفها مش مستحقة تماما. اللي كانت مفروض تكسب هي كيت وينسلت عن فيلم تايتانيك. رقم خمسة برضو انا مش فاهم هي كسبت ليه, الفيلم اللي عمل لي عقدة لحد دلوقتي اللي انا شايف من وجهة نظري واحد من اكتر الافلام اللي اخد جوائز في ولا حاجة. المركز الخامس وينث بالترو عن فيلم شكسبير ان لوف, اللي انا مش فاهم كسبت ليه. اللي كانت مفروض تكسب بكل تأكيد هي كيت بلانشيت عن فيلم اليزابيث. المركز الرابع دي بقى لما حصلت انا بجد اتعصبت جدا وكان شوية حشن ونفسي. اللي كسبت ميريل ستريب عن فيلم The Iron Lady, بكل تاكيد بكل تاكيد ما كانش مستحقه خالص اكتر من ويلث بالتر في شكسبير ان لوف. اللي كانت بكل تاكيد اللي كانت لازم تكسب هي فايولا ديفيز عن فيلم ذا هيلب. في المركز الثالث هي كيت بلانشيت عن فيلم بلو جازمن. انا بعشق كيت بلانشيت, تمثيلها
ممتاز ممتاز ممتاز، بس سنتها كانت المفروض مش هي اللي تكسب بصراحه، اللي كان المفروض يكسب وانا شايف اللي هي بجد المظلومه لحد دلوقتي اللي لسه ما خدتش اوسكار ولا مره هي ايمي ادمز عن فيلم امريكان هاسل. في المركز الثاني برضو كلاسيكيات بقى الاوسكار بتاعت زمان، اللي كسبت الاوسكار في المركز الثاني هي جودي فوستر عن فيلم ذا اكيوزد، اللي كانت المفروض تكسب هي جلين كلوز عن فيلم دينجرس لايسنس. في المركز الاول بقى دي لما حصلت انا بجد فعلا بجد دي بقى ساعتها انا كنت ممكن كان كنت هنفجر، ولحد دلوقتي انا شايف ان هي واحده من يعني من اكتر جرائم في الاوسكارز على مر التاريخ، يعني مفيش حاجه ممكن تعلي عليها. جوليا روبرتس كسبت في ايرين بروكوفيتش، مش فاهم ازاي كانت المفروض تكسب بكل تاكيد، ده واحنا برضو مغمضين عينين، هي ألين بيرستون في فيلم ريكيوم فور ا دريم. الست دي عملت دور اقسم بالله انا كرهت حياتي من بعد ما اتفرجت على الفيلم ده، يعني مش كرهت حياتي الفيلم وحش، لا الفيلم حلو جدا جدا والدور مش حلو، الدور ممتاز. الست دي ازاي ما كسبتش لحد النهارده انا بجد مش عارف. الست دي عملت دور في فيلم ريكيوم فور ا دريم مش طبيعي مش طبيعي، واحد من اكتر الادوار اللي شفتها في تاريخ السينما اللي بجد فعلا كانت حلوه واتظلمت بطريقه مش طبيعيه. نخش بعد كده في الكاتيجوري بتاع اكتر 10 ممثلات سبورتنج رول استحقوا الاوسكار. مالي مركز العاشر هي أليسون جاني في آي تانيا. مركز التاسع فيولا ديفيز عن فيلم فانسز. مركز الثامن هو لوبيتا نيونجو عن فيلم 12 years a slave. في المركز السابع ميليسا ليو عن فيلم The Fighter. مركز السادس هي أوكتيفيا سبنسر عن فيلم The Help. وسنتها لو أوكتيفيا سبنسر ما كانش كسب، يعني أنا كنت هتشل لما فيولا ديفيز ما كسبتش في فيلم The Help، لو كمان كنت اوكتيفيا سبنسر ما كانتش كسبت انا اقسم بالله مش عارف كنت هعمل ايه في ساعتها، يعني انا كنت تقريبا هبطل اتفرج على الاوسكار اساسا. المركز الخامس انا شايف ان هي فعلا بجد الاوسكار ده كان مستحق بجد، ووبي جولبرج عن فيلم جوست. اللي اتفرج على فيلم جوست دور فول ممتاز، ام الضحك اللي في الدنيا يعني. المركز الرابع ان هاثاواي في فيلم لميزرابل. المركز الثالث انا باكوين عن فيلم ذا بيانو. البت دي كانت كسبت الاوسكار وهي تقريبا عندها بتاع. في المركز الثاني بانيلوبي كروز عن فيلم فيكي كريستينا برشلونة. والمركز الاول برضو واحد من اكتر الاوسكارز اللي كانوا فعلا بجد مستحقه هي مونيك فيلم بريشس. اللي ما شافش الفيلم ده احصله ما يشوفوش اصلا، لان الفيلم لو هتتفرج عليه بجد هيكئبك. هو فيلم حلو، انا مش فيلم وحش بس فيلم حلو قوي، بس كئيب بطريقه مش طبيعيه، كئيب بجد كئيب كئيب، يعني لو تقريبا انت هتتفرج على الفيلم ممكن تقطع شرايينك بعدها، يعني فيلم كئيب قوي يعني. بريشس The Pianist وشيندرز ليست والحاجات دي وGreen Mile، لو انت اتفرجت على اربع خمس افلام، الاربع خمس افلام دول اتفرجت عليهم ورا بعض يعني انا ممكن تروح المستشفى بعدها اساسا من كتر الكئاب. نخش بعد كده في الكاتيجوري بتاع اكتر 10 ممثلات في دور تاني او بس سبورتنج اكترس اللي كانوا ما يستحقوش ان هم يكسبوا الاوسكار. المركز العاشر هي ديان ويست عن فيلم بوليتس اوفر برودواي، هي اللي كان كسبت سنتها. انا شايف من وجهه نظري اللي كانت لازم تكسب هي ويما ثورمان عن فيلم بالب فيكشن. في المركز التاسع اللي كسبت هي ميرا سورفين، كان عن فيلم مايتي افروديت. اللي كان المفروض كانت لازم تكسب هي كيت وينسلت عن فيلم سنس اند سنسيبيليتي. في المركز الثامن اللي كان كسبت سنتها هي كيم بازنجر عن فيلم ال اي كونفيدنشال، معرفش برضو ليه الناس بتقول عملت دور تحفه، مش فاهم ايه الدور التحفه اللي عملته. بالعكس اللي كان شايف انا من وجهه نظري كان المفروض يكسب هي جوليان مور عن فيلم بوجي نايتس. انا شايف البوجي نايتس على فكره انا مش برجح الفيلم ده لانه فيلم بلس 18 يعني، بس هو كان فيلم انا من وجهه نظري عجبني جدا. انا شايف ان جوليان مور بجد كانت اتظلمت قوي في الفيلم ده، وبيرت رينولدز الممثل اللي كان موجود برضو اتظلم جدا. في المركز السابع اللي كان كسبت هي جودي دانش عن فيلم شكسبير ان لاف، الفيلم اللي هيفقع لي مرارتي اللي كان عمال بيكسب ده مش فاهم ليه. اللي كانت المفروض تكسب هي لين ريد جريف عن فيلم جودز اند مونستر. في المركز السادس هي اللي كسبت كاثرين زيتا جونز عن فيلم شيكاغو
اللي شايف من وجهه نظري اللي كان لازم يكسب هي كانت كوين لطيفة عن فيلم شيكاغو. في المركز الخامس اللي كان كسبت هي ريتشل فايس ذا كونستانت جارديان، واللي انا شايف من وجهه نظري اللي كان لازم يكسب هي كانت ايمي ادمز عن فيلم جون. المركز الرابع اللي كان كسبت هي تيتوم اونيل عن فيلم بيبر مون، وانا من وجهه نظري شايف اللي كان مفروض يكسب ذا بلير عن فيلم The Exorcist. المركز الثالث اللي كسبت هي ماجي سميث عن فيلم كاليفورنيا سويت، اللي كان مفروض كان لازم يكسب هي ميرل ستريب عن فيلم The Deer Hunt. في المركز الثاني اللي كان كسبت هي جينا ديفيس The Accidental Tourist، وانا شايف من وجهة نظري اللي كان مفروض يكسب هي ميشيل فايفر على دور Dangerous Liaisons. المركز الاول اللي كسبت هي مرسيدس رول عن فيلم The Fisher King، انا شايف من وجهة نظري اللي كان مفروض يكسب جيسيكا تاندي عن فيلم Fried Green Tomato. نخش بعد كده بقى في قائمة المخرجين، اكتر 10 مخرجين من وجهة نظري استحقوا. You think I'm just anybody, Ali. Over now. المركز العاشر هو مارتن سكورسيزي عن فيلم The Departed. المركز التاسع داني بويل عن فيلم Slumdog Millionaire. المركز الثامن هو أنج لي عن فيلم Life of Pi. المركز السابع هو ميل جيبسون عن فيلم Braveheart. المركز السادس هو أليهاندرو جي إنياريتو عن فيلم Birdman or the Expected Virtue of Ignorance. المركز الخامس هو أوليفر ستون عن Platoon. المركز الرابع جيمس كاميرون عن Titanic. بكل المركز الثالث هو ستيفن سبيلبرغ عن فيلم Schindler's List. المركز الثاني هو برضو ستيفن سبيلبرغ على فيلم Saving Private Ryan. والمركز الاول بكل تأكيد فرانسيس فورد كوبولا. رجعنا لكم ببقية الفيديو علشان الفيديو ده اتصور على يومين زي ما انتم شايفين دلوقتي، فيه نور يعني نور رباني. الجزء الاولاني او تكملة الفيديو ده كان الاول كان نور الاباجورة او النور العادي، دلوقتي تكملة الفيديو بتاع تاني يوم عشان احنا بنصور يوم الجمعة، يدوب نزلنا صلينا وبعد كده رجعنا نصور تاني. معنا دلوقتي الكاتيجوري بتاع اكتر 10 مخرجين ما استحقوش جايزة الاوسكار وكان مفروض حد تاني يكسب مكانه. فالمركز العاشر هو روبرت زيمكس عن فيلم فورست جامب. انا شايف من وجهة نظري هو اللي كسب، بس انا شايف ان هي كانت بكل تأكيد كانت مستحقة لكوينتين تارانتينو في فيلم بالب فيكشن. المركز التاسع ستيفن سودبرغ في فيلم ترافيك. بكل تأكيد انا شايف برضو من وجهة نظري ان هو مستحقش، لان الشخص اللي انا من وجهة نظري اللي بقول ان هو كان يستاهل الاوسكار بكل تأكيد عن احسن اخراج هو ريدلي سكوت عن فيلم The Gladiator. المركز الثامن معانا رون هاورد اللي كسب جايزة احسن اخراج عن فيلم A Beautiful Mind، وبكل تأكيد انا شايف ان كان من وجهة نظري اللي كان لازم يكسب سنتها ديفيد لينش عن فيلم مولهاند. المركز السابع انا شايف ان هي كانت واحدة برضو من جرائم الاوسكار ان كلينت إيستوود كسب اوسكار احسن اخراج. انا ما عنديش على فكرة كلينت إيستوود اخراجيا برضو شاطر جدا، بس انا شايف من وجهة نظري هو كلينت إيستوود سنتها كسب في فيلم مليون دولار بيبي احسن اخراج، بس انا شايف ان من وجهة نظري ان اللي كان لازم يكسب هو مارتن سكورسيزي عن فيلم The Aviator. معنا في المركز السادس كاثرين بيجالو هي اللي كسبت عن فيلم The Hurt Locker، وبكل تأكيد انا شايف من وجهة نظري اللي كان لازم يكسب هو كوينتين تارانتينو برضو عن فيلم Inglourious Basterds. المركز الخامس معنا توم هوبر عن فيلم The King Speech. انا مش فاهم الفيلم ده ليه لحد دلوقتي يعني اخد ضجة مش طبيعية، مع انه انا شايف انه هو فيلم عادي جدا. يعني هو ممكن الدور الوحيد اللي كان عاجبني في الفيلم هو جافري رش، غير كده انا ما كانش عاجبني اي حاجة في الفيلم تاني. الفيلم كان ممل جدا واحداثه كانت بطيئة جدا. اللي كان لازم يكسب سنتها كان ديفيد او راسل عن فيلم The Fighter. المركز الثالث برضو دي واحدة من جرائم الاوسكار، روبرت بارنتون كسب في كريمر فيرسس كريمر.
بكل تأكيد اللي كان لازم هو فرانسيس فورد كوبولا عن فيلم أبوكاليبس ناو. في المركز الثاني دي برضو أنا شايف من وجهة نظر إن هي من جرائم برضو الأوسكار في على مستوى الإخراج إن اللي كسب روبرت ريدفورد في فيلم أوردينري بيبل، بكل تأكيد اللي كان لازم يكسب هو كان مارتن سكورسيزي في فيلم ريجين بول. الأول معانا The Coen's Brother اللي كان كسبه عن فيلم No Country for Old Men، بكل تأكيد اللي كان من وجهة نظري كان لازم يكسب سنتها من وجهة نظري أنا كان مفروض بول توماس أندرسون عن فيلم There Will Be Blood. معانا دلوقتي أحسن 10 سبيتش في تاريخ الأوسكار. في المركز العاشر جاري أولدمان لما كسب الأوسكار في Best Actor in a Leading Role عن دور أول عن فيلم The Darkest Hour. An incredible journey. I need to thank my mother, who is older than the Oscar. She is 99 years young. Next birthday, I say to my mother, thank you for your love and support. Put the kettle on. I'm bringing Oscar home. في المركز التاسع روبرتو بينيني لما كسب عن فيلم Life is Beautiful. For the image of the joy. And he who kisses the joy as it flies lives in eternity sunrise. And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, Mama and Babo. As the 8th, Alejandro G. Iñárritu, when he won Best Director on the film Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance. Birdman! This award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. المركز السابع أوليفيا كولمان لما كسبت عن فيلم The Favorite لما كسبت أحسن ممثلة في دور أول. أوليفيا كولمان. You've been my idol for so long and this is not how I wanted it to be and I think you're amazing. I love you very much. Sort of hope you are. This is not going to happen again. المركز السادس أندريان برودي عن فيلم The Pianist لما كسب أحسن ممثل دور أول. Nomination for Adrian Brody. المركز الخامس ماثيو ماكونهي لما كسب عن دوره في Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey. Gumbo. He's got a lemon meringue pie over there. He's probably in his underwear and he's got a cold can of Miller Lite and he's dancing right now. Say amen. To that I say all right, all right, all right. المركز الرابع ليوناردو دي كابريو لما كسب الأوسكار في فيلم The Revenant كأحسن ممثل دور أول. ليوناردو دي كابريو. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating for our children's children and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed. المركز الثالث جو باشي لما كان كسب أحسن ممثل دور تاني في فيلم Goodfellas اللي هو تقريبا قال It's my privilege, thank you. هو طلع الكلمة وماشي على طول. Joe Pesci in Goodfellas. Well, it's my privilege. Thank you. في المركز الثاني كيوبا جودينج جونيور لما كان كسب أحسن تمثيل دور ثاني عن فيلم جيريمي ماجواير. كيوبا جودينج جونيور and جيريمي ماجواير. Brolin, Tom Cruise. I love you, brother. I love you, man. المركز الأول روبرتو بينيني برضو عن Life is Beautiful لما كان كسب أوسكار أحسن فيلم أجنبي. Dante said l'amor che muove il sole e le altre stelle, love will move the sun and the other star. Love is a divinity and sometimes if you have a faith like all the divinities it can appear. نخش بعد كده عن أحسن خمس مقدمين في تاريخ الأوسكار من وجهة نظر. في المركز الخامس سيث مكفلرين، في المركز الرابع بيلي كريستل، في المركز الثالث ستيف مارتن وأليك بولدوين، في المركز الثاني جيمي كيمل، وفي المركز الأول طبعا بالتأكيد ألين دي جينيرس. خش بعد كده على أحسن 10 مواقف في تاريخ الأوسكار. في المركز العاشر ألين لما تصورت سيلفي مع الممثلين في الأوسكار. سيلفي gone wild.
that turned into tweet-tastic history. رقم 9 العداوة اللي كانت ما بين جيمي كيمل ومات ديمون في الأوسكارز. It was like it was just me and Matt and the animals. Ben Affleck and guests. Guests. Wow, really? Yeah. You know, it's like a plus one. He said to make a great film, you need three things. The script, and the script. Nominees include a story of two brothers, I am my God. المركز الثامن هو كريس روك الاوبننج مونولوج بتاعه لما كان بيتكلم عن العنصريه وكده. I counted at least 15 black people on that montage. And people are like, Chris, you should boycott. Chris, you should quit. You should quit. You know, how come there's only unemployed people that tell you to quit something, huh? رقم 7 ألين لما طلبت البيتزا في حفله الاوسكار. Oscars into an everyone's invited right. dinner party. With Julia, dinner. What do you think? Julia wants cheese. Who's your favorite movie star? They're here. Well, who do you want to talk to? مركز السادس اللي حصل في نهاية الحفلة بتاعت الأوسكارز بتاعت لا لا لاند لما كان المفروض إن لا لا لاند المفروض هو اللي كسب بس بعد كده اكتشفوا إن الظرف اللي جالهم غلط في البست بيكتشر ومون لايت طلع هو اللي كسب الأوسكار في الآخر كبست بيكتشر مش لا لا لاند. لا لا لاند. Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Moonlight, Best Picture. مركز الخامس, Mark Wahlberg وTed, لما كان طلعوا على المسرح كانوا بيقدموا الساوند جايزة أحسن ساوند editing. This is insane, dude. Look at all this talent. All this talent in one spot. What about you? You got a Berg on the end of your name. Are you Jewish? Am I Jewish? No, actually, I'm Catholic. Wrong answer. Try again. What? Look, you want to work in this town, don't you? That's interesting, Mark, because I am Jewish. الرابع بن أفليك ومات ديمون في الأوسكار بتاع سنة 98 لما كسبوا في Good Will Hunting Best Original Screenplay. Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon. Women here. My dad right over there. And Jack said hi to you. And all right. Who else? John Gordon from Miramax. John Gordon. Chris Moore produced Chris Moore. The movie. And Chris Moore. Patrick Weitzel, the best agent in Hollywood. Yeah, Patrick Weitzel. مركز الثالث لما مارلون براندو رفض ان هو يستلم جائزة الأوسكار. مارلون براندو in The Godfather. He very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. المركز الثاني Seth MacFarlane لما غنى أغنية We Saw Your Boobs. We saw your boobs. We saw your boobs. In the movie that we saw your boobs. والمركز الأول بكل تأكيد روبرتو بينيني لما كسب جائزة أحسن فيلم أجنبي. This is Italy's 26th nomination and its 10th Academy Award. أحسن 10 أفلام كسبت الأوسكار من وجهة نظري على علم إن جوائز الأوسكار بتاعت الأنيميشن فيتشر بدأ من سنة 2001. مركز العاشر هو Finding Nemo. في المركز التاسع Inside Out. مركز الثامن Rango. في المركز السابع Spider-Man Into the Spider-Verse. في المركز السادس Toy Story الجزء الثالث. في المركز الخامس Big Hero 6. في المركز الرابع Coco. المركز الثالث Shrek الجزء الأولاني. المركز الثاني Up. وفي المركز الأول بكل تأكيد Ratatouille. نخش بعد كده على الكاتيجوري بتاع أكتر 10 موسيقى تصويرية استحقت إن هي تاخد الأوسكار. مركز رقم 10 عندنا جون ويليامز في ستار وورز. رقم 9 جيمس أرنور في تايتانيك. رقم 8 عندنا نيكولا بيفاني في لايف از بيوتيفول. مركز السابع عندنا نينو روتا وكارمين كوبولا في ذا جاد فادر بارت 2. مركز السادس عندنا اي ار رحمن في سلام دوغ مليونير. مركز الخامس جاستن هورويتس في لا لا لاند. مركز الرابع انيو موريكوني في ذا هيتفول 8. مركز الثالث جوستافو لانولا في بابل. المركز الثاني هاورد شور في ذا لورد اوف ذا رينجز اند ذا ريتيرن اوف ذا كينج. المركز الاول جون ويليامز في شيندرز ليست. خشوا بعد كده على كاتيجوري بتاع اكتر 10 كومبوزرز ما استحقوش ان هم ياخدوا الاوسكار في
بيست اوريجينال سكور. المركز رقم 10 معنا جورجو ميدنر في ميدنايت اكسبرس، كان مفروض يكسب، كان مفروض جون ويليامز عن فيلم سوبرمان. ورقم 9 معانا فان جليز كسب في فيلم شاريتس اوف فاير، هو اللي كسب سنتها، واللي كان مفروض يكسب سنتها هو جون ويليامز برضو في ريدرز اوف لوست ارك اللي هو انديانا جونز. مركز الثامن الان مانكن في بيوتي اند ذا بيست، هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب هو جون ويليامز عن فيلم جون اف كينيدي. مركز السابع معانا آن دادلي عن فيلم The Full Monty، وهي اللي كسبت، اللي كان مفروض يكسب هان زيمر عن فيلم As Good As It Gets. مركز السادس معانا تان دون كسب في سنتها عن فيلم Crouching Tiger Hidden Dragon، هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب سنتها بكل تأكيد هان زيمر عن فيلم The Gladiator. مركز الخامس معانا هاورد شور عن Lord of the Rings and The Fellowship of the Ring، هو اللي كسب، واللي كان مفروض يستحق هو اللي يكسب سنتها هو جون ويليامز عن هاري بوتر اند ذا فيلوسوفر ستون. طبعا كله هيقول لي طب ما انت قلت هاورد شور في الكاتيجوري اللي قبليه كان في لورد اوف ذا رينجز اند ريتيرن اوف ذا كينج، ده لورد اوف ذا رينجز اند ريتيرن اوف ذا كينج، وده ذا لورد اوف ذا رينجز وذا فيلوشيب اوف ذا رينج، ده الجزء الاول وده الجزء الثالث. في الجزء الثالث هو كان مستحق انه يكسب، بس في الجزء الاول بكل تاكيد لا، كان مفروض اللي يكسب هاري بوتر عن The Philosopher's Stone الكمبوزينج بتاع او الاوريجينال سكور بتاع اللي عمله جون ويليامز. المركز الرابع إليوت جولدنثال عن فيلم فريدا، واللي كان مفروض يكسب هو بكل تاكيد جون ويليامز عن فيلم Catch Me If You Can. المركز الثالث انا شايفها من واحده من جرائم تاريخ في الاوسكار عن الاوريجينال سكور، وترينت ريزنر فيلم The Social Network هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب طبعا بالتاكيد يعني بدون اي تفكير اساسا هو هان زيمر عن فيلم انسبشن. اللي احتل المركز الثاني هو الكسندر ديسبلات اللي كسب في ذا شيب اوف ووتر، وبكل تاكيد اللي كان مفروض يكسب وبرضه هان زيمر عن فيلم دانكر. المركز الاول ده بقى دي الفضيحه الكبرى في الاوريجينال سكور، انا شايفها يعني واحده فعلا دي بقى اللي جريمه فعلا في تاريخ الاوسكار. الكسندر ديسبلات هو اللي كسب في ذا جراند بوتابست هوتيل، واللي كان مفروض لازم يكسب بكل تاكيد واحنا برضه مغمضين هو هان زيمر عن فيلم انترستيلر. نخش بعد كده على الكاتيجوري بتاع الاوسكار بتاع بيست اوريجينال سكرين بلاي اللي هو احسن كتابه او احسن سيناريو اصلي، او اكتر 10 جوائز يستحقوا الاوسكار بتاع احسن نص اصلي. How did we end up here? Smells like balls. We don't belong in this shithole. مركز العاشر رونالد باز في فيلم رين مان. مركز التاسع بروس جويل روبن عن فيلم جوست. مركز الثامن كوينتين تارنتينو على بالب فيكشن. مركز السابع كريستوفر ماكواري على فيلم ذا يوجوال سسبكت. مركز السادس الاخوان كوين عن فيلم فارجو. مركز الخامس بن افليك ومات ديمون عن فيلم جود ويل هانتينج. مركز الرابع تشارلي كوفمان عن ايترنال سانشاين اند سبوتليس مايند. مركز الثالث كوينتين تارنتينو عن فيلم جانجو انشيند. مركز الثاني سبايك جونز عن فيلم هير. والمركز الاول ارماندو بو والهاندرو جي انياريتو عن فيلم بيردمان. معانا دلوقتي اكتر 10 جوائز ما تستحقش جائزه الاوسكار في احسن نص اصلي او كان مفروض اللي كان يكسب كان مين. مركز العاشر معنا بادي شايفسكي عن فيلم نتورك، واللي كان مفروض يكسب ساعتها كان سيلفستر ستالون عن فيلم روكي. مركز التاسع اللي كان كسب روبرت سي جونز عن فيلم كومينج هوم، واللي كان مفروض يكسب هو داريك واشبورن عن فيلم دير هانتر. مركز الثامن ويليام كالي وإيرل والاس عن فيلم ويتنس، هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب بوب جيل وروبرت زيمكس عن باك تو ذا فيوتشر. رقم 7 وودي ألن في هيلين اند ذا سيستر، كان مفروض يكسب هو أوليفر ستون عن فيلم بلاتون. مركز السادس مارك نورمان اللي كسب في شكسبير ان لاف، الفيلم اللي انا مخنوق منه اللي مش فاهم لحد دلوقتي كسب ليه، اللي كان مفروض يكسب هو اندرو نيكول عن فيلم ذا ترومان شو. مركز الخامس معانا كاميرون كرو عن فيلم اولموست فيموس، هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب جون لوغان عن فيلم جلاديتر. مركز الرابع معنا جويس فولن عن فيلم جوسفورد بارك، هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب هو كريستوفر نولان بالتأكيد عن فيلم ميمنتو. مركز التالت معنا بيدرو المودوفار عن فيلم توك تو هير، واللي كان مفروض يكسب هو كينيث لونجرين عن فيلم جانجز اوف نيويورك. مركز التاني معنا مارك بول عن فيلم ذا هارت لوكر،
واللي كان المفروض يكسب هو كوينتين تارانتينو عن انجلوريوس باسترز. المركز الاول معنا ديفيد سيدلر عن فيلم ذا كينج سبيتش هو اللي كسب، واللي كان المفروض طبعا يكسب هو كريستوفر نولان عن فيلم انسبشن. نخش بعد كده على اكتر 10 جوائز مستحقه في بيست ادابتيف سكرين بلاي اللي هو السيناريو المقتبس. To them you're just a freak like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Damn it, look at me. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Now, was I rushing or was I dragging? Count again. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference. That I cannot do. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. مركز العاشر هو جرام مور عن The Imitation Game. رقم 9 ويليام مونان عن فيلم The Departed. رقم 8 بيتر جاكسون عن Lord of the Rings and The Return of the King. مركز السابع أكيفا جولدزمان عن فيلم A Beautiful Mind. مركز السادس ستيفن كاغهان عن فيلم Traffic. مركز الخامس تيد تايلي عن فيلم The Silence of the Lambs. مركز الرابع ويليام بيتر بيتلي عن فيلم The Exorcist. مركز الثالث بو جولدمان عن فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest. المركز الثاني فرانسيس فورد كوبولا وماريو بوتسو عن The Godfather Part 2. المركز الاول بكل تأكيد فرانسيس فورد كوبولا وماريو بوتسو عن The Godfather Part 1. خش بعد كده على اكتر 10 جوائز ما تستحقش الجائزة الاوسكار عن Best Adapted Screenplay، وده هيبقى اخر كاتيجوري معانا، وبعدين هنخش على ال 30 جريمة بتاع تاريخ الاوسكار. المركز العاشر ارنست تيديمان عن فيلم The French Connection هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب بكل تأكيد انا شايف ان هو واحد من احلى افلام في تاريخ السينما، واللي هو ما خدش حقه اللي هو يعني، وهو ستانلي كوبريك عن فيلم The Clockwork Orange. التاسع كيرت لوتكي عن Out of Africa هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب مينو ميجيس عن فيلم The Color Purple. مركز الثامن برناندو برتولوتشي عن فيلم The Last Emperor هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب هو ستانلي كوبريك عن فيلم فول ميتال جاكيت. المركز السابع مايكل بليك عن فيلم دانس وذ وولفز هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب بكل تأكيد مارتن سكورسيزي عن فيلم ذا جود فيلس. المركز السادس معانا روث برور عن فيلم هاوردز اند هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب هو بو جولدمان عن فيلم سنت اوف ا وومن. المركز الخامس معانا بيلي باب ثورتون عن سلينج بليد هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب هو جون هاج عن فيلم ترين سبوتينج. المركز الرابع معانا جون ايرفينج عن فيلم ذا سايدر هاوس رولز هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب هو فرانك داربوند عن فيلم ذا جرين مايل. المركز الثالث معانا الكسندر بين في فيلم سايدويز هو اللي كان كسب، واللي كان مفروض يكسب بول هاجز عن فيلم مليون دولار بيبي. المركز الثاني معانا نات فيكسن عن فيلم ذا ديسندنتس هو اللي كسب، واللي كان مفروض يكسب بريدجت اوكونر عن فيلم تينكر تايلر سولجر سباي. المركز الاول بكل تاكيد كان اريك روث هو اللي كان كسب في فورست جامب، واللي كان مفروض لازم يكسب بكل تاكيد فرانك داربوند عن فيلم ذا شاوشانك ريدمشن. نخش بعد كده على اكتر 30 جريمه في تاريخ الاوسكار من حيث التمثيل والاخراج والكتابه. في المركز ال30 معانا شاتر ايلاند اللي كان مفروض يترشح احسن ممثل دور اول ليوناردو دي كابريو، واحسن مخرج مارتن سكورسيزي، واحسن فيلم سيناريو مقتبس، واحسن اوريجينال سكور. في المركز ال29 معانا فيلم باك تو ذا فيوتشر اللي كان مفروض يترشح لاحسن فيلم والاحسن اخراج لروبرت زيمكس. المركز ال28 معانا فيلم ليون ما ترشحش وكان مفروض يترشح لاحسن اوريجينال سكرين بلاي، احسن نص اصلي، واحسن فيلم، واحسن ممثل في دور بطوله اللي هو جان رينو، واحسن ممثل مساعد لجاري اولد. في المركز 27 معانا فيلم 7 اللي كان مفروض يترشح احسن سيناريو اصلي واحسن فيلم. المركز 26 فيلم فايت كلاب اللي كان مفروض يترشح لاحسن فيلم واحسن سيناريو مقتبس. المركز 25 عدم ترشح دارين ارنوسكي عن احسن اخراج في فيلم Mother. المركز 24 عدم ترشح فيلم Once Upon a Time in America كأحسن فيلم. المركز 23 عدم ترشح كاسينو لأحسن فيلم. للمركز 22 عدم ترشح إنيو موريكوني عن Once Upon a Time in America
ولا Once Upon a Time in the West ولا The Good and the Bad and the Ugly ولا For the Festival of Dollars ولا For a Few Dollars More. وهو كسب عن فيلم The Hateful Eight. هو بصراحة كان مستحقها لأنه كان ساعتها ما كانش تقريبا في غيره, بس بصراحة كان دينا شايفها واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ الأوسكار إن هو ما يترشحش في ولا فيلم من الأفلام الكلاسيكيات دي. في المركز 21 عدم ترشح سيرجيو ليوني كإخراج في أفلام برضو زي Once Upon a Time in America ولا Once Upon a Time in the West ولا The Good and the Bad and the Ugly ولا For a Festival of Dollars ولا For a Few Dollars More. في المركز 20 عدم ترشح إلي والاش ولا لي فان كليف عن دورهم في The Good and the Bad and the Ugly كأحسن ممثل في دور مساعد. المركز 19 عدم ترشح جون جودمان ولا ستيف بوسامي عن فيلم The Big Lebowski كأحسن تمثيل في دور تاني. مركز 18 عدم ترشح سكار فيس كأحسن فيلم. في المركز 13 عدم ترشح كريستوفر نولان عن فيلم باتمان The Dark Knight. في المركز 12 عدم ترشح مارتين سكورسيزي كأحسن إخراج في فيلم تاكسي درايفر. في المركز 11 عدم ترشح كريستوفر نولان عن فيلم انترستيلر كأحسن مخرج. في المركز رقم 10 عدم ترشح جيمس فرانكو عن فيلم The Disaster Artist كأحسن ممثل في دور أول. في المركز رقم 9 عدم ترشح ستيفن بورا عن فيلم سكارفيس كأحسن ممثل في دور تاني. في المركز رقم 8 عدم ترشح الباتشينو في فيلم سكارفيس. في المركز 7 عدم ترشح مالكوم مكداول عن فيلم كلوك وورك أورنج كأحسن ممثل في دور أول. رقم 6 عدم ترشح هان زيمر عن فيلم Pirates of the Caribbean and the Curse of the Black Pearl وكأوسكار أحسن أوريجينال سكور. في المركز 5 عدم ترشح ستانلي كوبريك عن فيلم The Shining كأحسن Adapted Screenplay. في المركز 4 عدم ترشح ستانلي كوبريك كأحسن مخرج في فيلم The Shining. في المركز 3 عدم ترشح جاك جيلنهال عن فيلم Night Crawler كأحسن ممثل في دور أول. في المركز 2 عدم ترشح كريستوفر نولان كأحسن إخراج عن فيلم Inception. في المركز الأول عدم ترشح جاك نيكلسون كأحسن ممثل في دور أول عن فيلم The Shining. طبعا أنا جبت لكم أكتر 30 جريمة في تاريخ الأوسكار, وبصراحة أنا لو كنت قعدت من هنا للسنة الجاية أكتب في جرائم في تاريخ الأوسكار أنا كنت على استعداد أن أنا أكتب أكتر من كده, بس أنا قلت خاف أن أنتوا تزهقوا مني لو كنت قلت أكتر من 30 جريمة في تاريخ الأوسكار. لو عايزين أعمل فيديو تاني عن مجرد أكتر جرائم في تاريخ الأوسكار اكتبوا لي تحت في الكومنتس. أنا قبل ما أختم عايز أقول بس كلمات أخيرة, آخر ملاحظاتي, كنت عايز أعرف بس حاجة من ناحية الأكاديمية اللي هي الأوسكار, هو ليه ما فيش أفلام مصرية بتترشح الأوسكار؟ الموضوع ده بجد مضايقني جدا, لأن أنا شايف أن في أفلام كتيرة جدا كانت لازم تترشح وما ترشحتش. ما أعرفش إذا كان في موضوع ليه علاقة بالسياسة, وانا بصراحة ما يشغلنيش الكلام ده, بس هو مجرد سؤال مش اكتر. انا مش بقول ان هم هيكسبوا يعني, بس على الاقل كان المفروض ان هم في افلام تترشح, كان لازم بصراحة ان كان في افلام تترشح وما ترشحتش. امثال زي فيلم نوارة مثلا بتاع منة شلبي, ورسائل البحر, شيخ جاكسون, عمارة يعقوبيان, الشوق, فتاة المصنع, في شقة مصر الجديدة, باب الحديد, بحب السيمة, يوم الدين, فوتوكوبي, الشتاء اللي فات, اشتباك, فيلم لمؤاخذة, فيلم لمؤاخذة مش فيلم سيكسي يعني, وغيرها من الافلام. انا مش بقول ان السينما المصرية واو يعني, بس بصراحة السينما المصرية في السنين الاخيرة في افلام كتيرة جدا اتعملت والله حلوة يعني, انا وبصراحة انا شايفها اتليست ان هي تستحق ان هي تترشح في الاوسكار, وبصراحة الموضوع ده بجد مضايقني جدا يعني. بس يعني هو ده كل اللي كنت عايز اقوله,
واستنوا الواد الرخم ده هيكلمكم تاني دلوقتي. بس يا جماعة ده كل الكلام اللي كنت عايز اقوله في الاوسكار. اتمنى ان انا اكون غطيت يعني معظم الكلام, مش كله يعني اكيد. زي ما قلت لكم طبعا الحلقة دي هتطول جدا لان الحلقة دي بتاعت الاوسكار تقريبا صورتها في يومين, ما صورتهاش في نفس اليوم, صورتها في يومين لان الموضوع مرهق زيادة عن اللزوم يعني بصراحة. وفي نفس الوقت انا كنت بتفرج على افلام تانية, وفي نفس الوقت انا كنت بكتب سكريبتات تانية, ف يعني كنت يعني المشكلة ان انا اقدر اوفق ما بين ان انا اكتب واتفرج واصور ولسه كمان حمنتج. فالموضوع صعب شوية, وخاصة ان احنا في الحر ده الواحد بصراحة مش طايق نفسه يعني. على قد ما اقدر هحاول ان انا اطلع الحلقات دي بدري بدري, بس للاسف حلقه الاوسكار دي بالذات, الحلقه دي بالذات هتاخد مني وقت طويل قوي عقبال ما تطلع, لان هيبقى فيها مونتاج كتير وهيبقى فيها كلام كتير وهيبقى فيها قصقصه كتير, فهتاخد مني وقت طويل قوي ان هي هتنزل. بس ان شاء الله باذن الله هيكون نزل اوريدي حلقه الكنز, وهيكون نزلت اوريدي حلقه دكتور سليب. لسه طبعا هصور بعد الحلقه دي, هصور حلقه انابيل, واكيد هتنزل قبل دي طبعا بكتير. انابيل الفيلم الجديد, وهيبقى فيه طبعا الفيلم المراجعه بتاعت فيلم توي ستوري الجزء الرابع برضو هتكون نزلت قبل الفيديو ده بكتير. وطبعا بقى اكيد هيبقى فيه افلام تانية برضو. بس طبعا بالنسبه للفيديو ده هياخد وقت عقبال ما ينزل بصراحه يعني, هياخد وقت. فان شاء الله باذن الله اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يعني. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله الفتره الجايه. وانا اسف لو قعدت فتره ما نزلتش فيديوهات, اسبوع او اسبوعين, نقول اسبوعين, ان انا قعدت اسبوعين تقريبا ما نزلتش فيديوهات. بالنسبه لي ده رقم كبير يعني, ان انا قعدت بتاع اسبوعين ما نزلتش فيديوهات يعني. بالنسبه لليوتيوبرز تانيين ده انجاز يعني, بس بالنسبه لي انا ده موضوع رخم شويه ان انا ما نزلتش اسبوعين, ما نزلتش فيديو بقالي اسبوعين. بالنسبه للشانل بتاعتي بقى انا ما بحبش ابعاد كده, بحب ان انا اقعد دايما انزل في فيديوز. بس ما عنديش تاني كلام اقوله. اتمنى اكون غطيت او بنسبه كبيره يعني معظم الحاجات اللي احنا كنا المفروض نتكلم عليها في تاريخ الاوسكار. بس ما عنديش كلام تاني اقوله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم, وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم, وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام, واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.